من سوق ثلاثة دروس تبارك الله اللهم فهمك بتاريخ 3/1/2022 تبارك الله. شوفوا لكم الخروفة غادي نعطيهم فيها 16800 درهم عاطين فيها هذي شادي شحال خلينا هنا 17/40 تبارك الله بلدية يجيب الله تيسير كاين الثمن أيوه. كاين الثمن كاين مليح كاين مليح وكاين الثمن كاين مليح باش غادي تاخذ السلعات الزين الزين تبارك الله 17/40 هادو غير هادو شنو هادو كون عاجي هادو 17/40 اللهم يسر هادي يديها الكساب دابا زوينه زوينه يديها الكساب يديها العياد العياد هادي غتطلع مزيان الله يسر الله الله يرحم الوالدين شحال قلت لهم البيع؟ في ميزه عمجي شويه كون ان شاء الله 17/100 870 درهم تبارك الله عطيك الصحة اللهم يسر هذه الاخوان بعنا حنا ب 850 درهم تعاودات 900 درهم تبارك الله 17/1 تعاودات 18 شحال خلينا هنا؟ 14 700 درهم يعطيك مليح الله يسهل الامور تبارك الله عليك شحال خلينا هنا؟ شحال من لاباس كذب بخير 14 و200 710 درهم تبارك الله اللهم يسهل خروفة موجودة تبارك الله الثمن موجود الثمن انور الدين جا ها تبارك الله ابو انور الدين الله يحفظك الله يخطيك شحال هذيك البركة ابو انور الدين 10000 500 درهم تبارك الله الله يسخر الله يسهل الامور حسنا بعينيك تبارك الله هذه راه تبعتها الاخوان تبارك الله حنا مخلطة كاين الكبيرة والصغيرة خروفة مخلطة تبارك الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدي محمد تبارك الله ما شاء الله الحمد لله عمي البوالي تبارك الله عليك الله يخطيك البيع ما بيناش هنا عمي البوالي ما بيناش هنايا 15 و600 780 درهم و 580 درهم هاد الصغيرات 580 تبارك الله ما شاء الله خرفة موجودة الإخوان الثمن كاين السوق غالي تبارك الله اللهم صل وسلم وبارك 635 تبارك الله 635 الله يسهل الامور 650 درهم 650 شحال باش تبعت الريت تبارك الله عليك صاحبنا الله يخطيك خير الله يرحم الوالدين هانيه غدر مني في الفيسبوك ان شاء الله راه 200 واحد النهار وجاو الدراري كيقولوا ها الولاد ها الولد ها قالوا هبوك هبوك يا وليلي يلاه هادو سيدي بعناهم تبارك الله 14/400 14/400 الله يسهل الله جملة 700 الله يعشم لهم امين الله يسهل الله كاين الثمن 720 720 الثمن كاين اي والله يجعل البركة تبارك الله كل عام ورزقو هادشي اللي كاين نحمدوه ونشكرو الثمن ما عمر كان في التاريخ جزاك الله خيرا الله يخطيكم صافي غنبان دابا هكا لا ما غاديش تبان ما غير هضرتك ياك الا بغيتي تبان عاد تبان دابا تبارك الله اقوراي اقوراي تبارك الله عليكم مرحبا بكم في أزرق جزاك الله اللهم امين الله يسهل الامور تبارك الله شوفوا هذه راه تبعت والدينا والديك تبارك الله عليك الرئيس السلام عليكم واش بقات هذه خليل 17 و200 تبارك الله 860 الله يحيي ويعيد 860 17 و200 الله يسهل الامور ما جبت شي شيء شحال هذا الشيء؟ اخوانو انيا لاباس عليك الله يحفظك تبارك الله اللهم يسلمك المهم الاخوان
كنا مع فيديو ديال اسمنات الخروفه، الله يسخر الجميع، اللهم يسر. نتمنى يعجبكم الفلوق، تحياتي لكم.